مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن دخول حركة طالبان لملاعب كرة القدم. حضروا المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأفغاني وسلموا الكأس للفريق الفائز. مباراة جرت في نهاية دوري الأفغاني بين كل من إنرجي أتاك إنرجي وفريق تشارجر. تفوق أتاك إنرجي بهدف للا شيء وحصل على كأس بطولة الدوري الأفغاني وتم تسليمه من قبل قيادات حركة طالبان. البعض رأى بأنها رسائل تمثل طمأنة للمجتمع الأفغاني بعد كل تلك المحاولات التي شاهدناها من قبل الإعلام العالمي للحديث عن قمع الحريات من جانب حركة طالبان. دعونا نشاهد فيها البداية تلك الصور التي لدينا والتي توضح هذا الأمر. البداية بدأت مع أداء الصلاة من جانب قيادات حركة طالبان والمشجعين وأيضا العاملين في كلا الناديين في أفغانستان قبل انطلاق المباراة. أمام حضراتكم قيادات حركة طالبان الحاضرة للمباراة النهائية في الدوري الأفغاني من داخل المدرجات وهم يتابعون سير المباراة. كان هناك حضور كثيف من قبل الجماهير الأفغانية، حضور قدرة بالمئات في ملعب المباراة، وكما تشاهدون صورة تظهر عدد من الجماهير التي كانت تشاهد تلك المباراة النهائية. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا حيث سنشاهد فيها بعض من القيادات أثناء المباراة وأثناء التجول في أرض الملعب، وهناك أحد الرجال المسلحين أمام حضراتكم. كان من الواضح أن هناك أجواء من الود والمحبة بين الجميع داخل أرض الملعب. بلا شك هذا المشهد يكشف عن أن هناك حالة كبيرة من الاستقرار داخل العاصمة كابول وغيرها من المدن الأفغانية، وأن هناك محاولات للم شمل الجميع بعد الإعلان عن رحيل القوات الأمريكية من كافة الأراضي الأفغانية. أمام حضراتكم عدد من الجماهير الحاضرة. الوضع الأمني مستتب، الوضع مستقر. هناك محاولات كبيرة من أجل تشكيل حكومة أفغانية تم الإعلان عن أنها ستعمل لخدمة الشعب الأفغاني ولخدمة أيضا الإسلام. دعونا نلقي نظرة أيضا على الصورة التالية التي لدينا. سنشاهد هنا قيادات حركة طالبان تسلم الكأس للفريق الفائز فريق أتاك إنرجي وفرحة اللاعبين بكأس البطولة. كان هذا الأمر حديث للصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.